جوهرة العراق يصعق جماهير برشلونة بسيناريو صادم. نوح درويش يبعث برسالة شديدة اللهجة إلى نيكو ويليامز. لقد انقلب الوضع في برشلونة وتغير كل شيء، والسبب يبدو عراقيا بامتياز. من أحد أبناء أسود الرافدين إلى الجماهير الكتالونية جاءت الرسالة الأكثر إثارة للجدل على الإطلاق، والتي ستحمل معها السيناريو العجيب والذي سيغير كل شيء ويدمر كل خطط النادي الكتالوني وأحلام جماهيره، ولكنه في نفس الوقت يجدد لهم أحلاما قديمة ويبعث على التفاؤل من زاوية أخرى. فما القصة؟ القصة محيرة لدرجة أن جماهير برشلونة لا تدري هل هي حزينة أم سعيدة. حلم انتدى لأشهر طويلة تبخر في غمضة عين، وقصة سرية لا يعلم أحد عنها شيء تحضرت في الغرف المغلقة لشهور، حتى فاجأت جماهير برشلونة بأن ليونيل ميسي سيظهر من جديد في النادي الكتالوني. فهل نحن نمزح؟ بالطبع لا، لأن كل شيء يقوم به نوح درويش يجعله أشبه بميسي الجديد، اللاعب العراقي صاحب القدم اليسرى الذهبية، والذي رغم أصوله العراقية اختار اللعب لمنتخب ألمانيا حيث ولد هناك، إلا أنه ما زال يحتفظ بالمسحة العراقية التي تعرفها جماهير أسود الرافدين جيدا، والتي قادته لتحدي الصعاب في برشلونة والوقوف على حافة المنعطف التاريخي الأبرز في حياته. فما هو ذلك المنعطف؟ ولماذا يفتح التاريخ أبوابه الواسعة في وجه جوهرة العراق؟ على ما يبدو فإن جوهرة العراق سيكون الحل السحري الذي لم يتوقعه أحد للعديد من مشاكل برشلونة، بعدما تخلص من باتشيتشافي الذي همشه ورفض تصعيده إلى الفريق الأول، مفضلا عليه مواهب أخرى مثل لامين يامال وفريمين لوباز، وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه فرصة بعد فوزه بكأس العالم تحت 17 عاما. تجاهله مدرب برشلونة السابق بشكل أصابه بالإحباط، ولكن أبشر يا نوح، لن يكون هناك إحباط أو اكتئاب بعد اليوم، بل ربما تكون أنت السبب في إحباط نجوم كبار يفوقونك عمريا وعلى مستوى الخبرة والتمرس، والسبب هانز فليك. نعم، هانز فليك المدرب الجديد لبرشلونة، والذي يعرف نوح درويش جيدا، الموهوب الألماني من أصول عراقية، والذي تابعه فليك كثيرا حين كان مدربا لمنتخب ألمانيا، كونه اعتاد الاهتمام بمتابعة منتخبات الشباب، ووضع نصب عينيه تصيد نوح درويش في وقت قريب إلى المنتخب الأول، ولكن عمره مع منتخب ألمانيا كان أقصر من أن ينفذ خططه، ليمنحه القدر هدية أخرى ويصبح مدربا لبرشلونة، ويجد نوح درويش يكبر ويتطور أمام عينيه، ويقرر بشكل عاجل وفوري ودون تفكير اتخاذ قرار جنوني سيغير الكثير داخل النادي الكتالوني، وسيقلب الأمور رأسا على عقب فيما يخص مستقبل صاحب الأصول العراقية. فما الأمر؟ درويش يلعب بقدمه اليسرى، ويمكنه اللعب في أكثر من مركز بين صانع الألعاب والجناح الأيمن، بتوظيف يشبه تماما أسطورة النادي الكتالوني ليونيل ميسي. وهنا لمح فليك شيئا يمكنه البناء عليه، خاصة وأن مسيرته قبل برشلونة تبدو مبشرة للغاية مقارنة بعمره الصغير، وتألقه دفع برشلونة وفقا لصحيفة الموندو ديبورتيفو للاعتماد عليه ونسيان نيكو ويليامز. والآن تبدو جماهير برشلونة حائرة بين الحزن على ضياع صفقة ويليامز والسعادة بظهور ميسي الجديد بملامح عراقية. فمن بينهما الخيار الأفضل لمنح برشلونة فرصة لمنافسة ريال مدريد وإزاحته من عرشه، نوح أم ويليامز؟